مشاهدينا السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في المحطة الأسبوعية سياحة ومجتمع. مشاهدينا نبدأ معكم من المياه والرياضة إذا استقطبت المشجعين أو السياح. هذا ما نشاهده الآن هو سباق للتجديف وقوفا على الألواح في بحيرة تعد الأكبر في أوروبا من البحيرات التي هي من أو هي من ضمن البحيرات التي تحت الأرض. كما نشاهد فهذا سباق في كهف جبلي وفي تضاريس خاصة. إنها بحيرة سان ليونارد في سويسرا بالتحديد في جبال الألب. 60 متنافسا في السباق أكثر من 7 جولات في 4 أيام. هذا الأمر دعا المتفرجين والسياح أن يأتوا إلى هذه البحيرة بأعداد كبيرة. يقال أن البحيرة تعد رمزا لأهل القرية وإن زيارتها منذ القدم يعد من الطقوس في المجتمع الألبي كما يسمون أنفسهم. أما الآن مشاهدينا فننتقل من البحيرات السويسرية إلى بلغاريا كما سنشاهد الآن. هكذا يبدو بياض تلك الجبال حتى وإن أشرقت عليها الشمس. أعداد كثيرة من هواة رياضة التزلج والسياح وأهل هذه القرية البلغارية الذين يستمتعون بآخر أيام الشتاء كما يصفون هذا الوقت، حيث أن وقت الجليد قد أزف وبدأت سياحة موسمية أخرى في نفس المدينة وهو ما يعرف بالسفاري والمشي بين الغابات وقطع الأنهار في مجموعات سياحية. إذن في وقت واحد يجتمع موسمان في قرية بانسكو البرتغالية أو عفواً البلغارية، موسم الشتاء الثلجي وموسم الربيع الأخضر. ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى محافظة الداخلية إلى ولاية مناح. قصب السكر الذي يشغل حيزاً كبيراً من الأراضي الزراعية في مناح يمثل في هذا الوقت من العام طالما مثل في هذا الوقت من العام وعرف في هذه الولاية التي طالما اشتهرت بزراعة تلك النبتة وإنتاج السكر الأحمر العماني الذي يقوم بزراعته أبناء ولاية مناح منذ سنين طوال، يعملون عليه زراعة وعناية وحصاداً وبعد ذلك يقومون باستخراج السكر الأحمر مستعينين في ذلك بالخبرة الكبيرة وعدد من عصارات القصب وتوفير البيئة المناسبة لحفظه والعناية به. زراعة القصب الذي يأتي منه السكر الأحمر العماني تعد مهنة ورثها أهالي ولاية مناح قديماً، كما أنها تعد من العادات المجتمعية القديمة هناك. ومن ولاية مناح مشاهدينا ننتقل بكم إلى ولاية نخل إلى قرية وكان، حيث سحر الطبيعة يتحدث في هذه القرية التي تعانق الجمال فوق قمم الجبال. وهذه أزهار المشمش البيضاء تكسو المكان برائحتها النقية ومناظرها الخلابة. وهناك ابتهاج البحري، شابة عمانية ضمن فريق وادي المغامرات، وهذه هي جولتها السياحية ومغامراتها في قرية وكان التي سوف نتابعها في هذا التقرير. معكم ابتهاج محمد البحري، ليدر في فريق وادي المغامرات، مغامرة وهاوية للطبيعة، أحب المسارات الجبلية وأحب أجرب أشياء في الطبيعة. قرية وكان تتميز بجوها ومناخها الجميل، طبعاً تزهر زهور المشمش بنهاية شهر 2 إلى نهاية شهر 3 ويبدأ جني هاي الثمار في شهر 5 وشهر 6. بداية المسار طلع على 700 درجة، في 700 درجة أنت ما بتحس أصلاً بال700 لأن راح تكون تتمتع بالمناظر اللي من حولك، يمينك أشجار ويسارك أشجار، المنظر جداً خرافي، راح تشوف المكان كله بسبب الفراغ بياض. Thank you.
إذن جميلة هي البيئة العمانية أينما كانت، وجميلة هي السياحة في بلدنا الغالي عمان. مشاهدينا، بهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختام محطتنا الأسبوعية سياحة ومجتمع. ما الآن فعودة إلى الزملاء أمل ويوسف.